في كل مرة تمنع فيها السلطات الأمنية المسيرات أو المظاهرات التي غالبا ما تدعو إليها الأحزاب السياسية أو القادة السياسيين، فذلك يعني أن السلطات الأمنية قد حددت مسبقا عواقب ومخلفات تلك المسيرات أو المظاهرات. فمثلا في المظاهرة الأخيرة التي دعا إليها سياسيون في 27 أبريل المنصرم، والتي كانت مظاهرة غير مصرح بها من قبل السلطات الأمنية، كانت فيها بعض شوارع العاصمة أنجمين مشعلة بالنيران لساعات معدودة. محطات الوقود وأجهزة صرف النقود كانت هدفا للمتظاهرين، حيث تم تخريبها بشكل جزئي. الأكثر وحشية من ذلك كان الاعتداء على ممتلكات المواطنين والسيارات العامة التابعة للشرطة الوطنية وعناصر قوات الأمن والدفاع وقسم الإطفاء التابعة للبلدية. يتساءل كثيرون بعد هذا المشهد، هل هذه هي المظاهرة السلمية التي دعت إليها نقابات وقادة سياسيون؟ كلا وهاشا، هذه المسيرة وبشهادة كثيرين لم تكن سلمية. أنا ماشي ماكل ياكي خلال نازم ورق لنا ببريك دول بكوبكوب دول خلاص قاعد دكونا أنا ما فرنتي اللي كنا راسنا أنا مرة نجرينا قاعد دكونا زا بعدين في بكاننا مرة ويكلوا كتلو أبانا جينا اللي كنا مرة ويكلوا كتلو في بكاننا وترى كلوا كما أكو ما جيلي كنا لا يدور يتشو وترى دقو في ترى كلوا كسرهم ويعني خلاص جينا شلنا وترى فلنا. من بين المواقف الأكثر مؤثرة والتي شهدتها تلك المظاهرة، السيدة حليمة المرأة العجوز التي قتلت عمدا من قبل المتظاهرين، والتي كانت قصتها مؤلمة جدا. ركبت كار ماشي في كيس دي ريتريت شيف أسوما، كان أسوما بان أن كون تلقى بانسيون حقا وتأيد لإيالة لجي السبيان بحجر دول بكوبكو بياتو وقفوا الكار ولو بيدلون بيقو في مكان دا رموها دلوها بيقو رموها فجخوها قبل ما يتوف قاتب كلي جيران عنوش قنقونا كي صفي ورقبتي وجاني ماشي هناك دورة أنتو ألمي أم بينات وقينا ما كرانا مرة فينا بل ما يتوب 40 دقيقة أخونا خالينا يتوفت. أنا ذات مانيفستان أنا ذات كاربوني شالو مني تليفوني يا سكولو ما أنتوني بوليسي دول فاسا يلا دا كل الليجيو موت الليجيو بليسير دا نادم البيفيت ناز وادين ب بوتير بارتيكولي دول دا بس هسا جابو موت في المانيفستاسيون. تفاديا لكل ما حدث يطلب من الجميع احترام قرارات السلطات الأمنية والمظاهرات الغير مصرحة، لأن السلطات الأمنية غالبا ما تمنع المظاهرات بناء على تقييم مسبق لما قد يحدث أو لأسباب تعود لمصلحة الوطن والمواطنين.